هو شاف خروقات هذاك من حقه ديك هذوك الدفاعات الشكليه اللي ترها الدفاع ديال المتهمين، وكان متوقع راه كان ترهم واحد ترهم مره اولى، ولكن غير الهيئه بدلات هو دابا ملزم انه يكررها. المستجد ماشي هو هذا، المستجد هو ديك المحضر 98 اللي كلشي متبعو اللي كلشي كيسول فيه. المحضر 98 اللي كانت المحكمة أكدت في الجلسة السابقة بأنه موجود وتوصلنا به، إلا أن هذا المحضر 98 اللي دابا اللي هو وثيقة في الملف كيشير لواحد التعليمات ديال النيابة العامة بإجراء بحوث إضافية بشأن هذه الواقعة في 2007 بالمراجع ديالها. احنا طلبنا بأن هاد الإجراءات هادو تضم الملف، وهادشي اللي كانت كطالب السيدة حياة بناني. المحكمة ما رفضت ليناش، ما قبلتش ولكن ما رفضتش، يعني أن باقي هاد المسألة هذه مفتوحة للنقاش، يعني كذلك أن فعلا هاد الوثائق إلى حد الساعة ما كاينش في الملف، لأن لو كانوا في الملف كنظن بأن المحكمة كانت غترفض لي الطلب على أساس تقول لي الوثائق كاينة بحال اللي دارت لي في المحضر ديال 98، لأن الأسبوع اللي فات أو الذي أسبوعين قالت لنا رفض طلب ضم المحضر 98، لأن قال لي الرئيس قال لي أستاذ هو كاين، قلت له واخا مزيان، ولكن كاين واحد فاش كترجع للآخر ديال المحضر كانوا شي تعليمات ديال النيابة العامة درت فيها بحوث يعطيونا غير النتيجة المآل ديالها، واش وصلوا شي نتيجة ما وصلوش، وديك الساعة حنا غادي نناقشوا على أساس داكشي اللي كاين في ديك المحضر، غادي نستخلصوا منه رتبوا عليه الآثار القانونية. اللي غريب هو أن الدفاع ديال المتهمين كيرفض هذا الملتمس، هذا اش غترفض؟ هذا واحد الجزء ديال المسطرة خصو يدخل الملف ضروري، علاش كتعارض؟ علاش بغينا نشوفوا شنو فيهم؟ ملي كنشوف هذا الموقف ديالو أنا عاد دابا عاد كنتحمس، باغي أكثر نشوف شنو كاين في ديك الوثائق. شنو جعلك تتحمس؟ ولأنه ما كيقول لك لا علاش كيعرضوا لا داعي، علاش غنضموا هذه المسطرة ما تعرف شنو فيها؟ هذاك أسلوب ديال الدفاع ما كيأثرش عليا. فاش كتكون كبرتي مع الناقب زيان في ياماتو هادشي كاع ما كيأثر عليك. كان موالف أنا هادشي الغوات في الصداع داكشي أنا عادي وانفعال لا والو. هذاك أسلوب أستاذ ما معتاد أنا كنشوف أستاذ زيان يعني نعم شيء لا هو فاش في الطريقه ديال الهضره ديالو عنده واحد الاسلوب ديال الاسلوب ديالو باش كيفرض الاراء ديالو، معروف كيرفع بصوت مرتفع، كاين واحد الاسلوب ديال الدفاع بحال هذاك، ولا تجبدوا شويه باش يفقد التوازن ديالو، ولكن انا ماشي ما كيأثرش عليا، هادشي عادي 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 عادي، هادشي كيطرى، كاين واحد الاسلوب ديال الدفاع بحال هكاك ما كيعكرش على العلاقه ما بين نعم ابدا علاقتي معاه طيبه، كنحترمو، كنظن بانه بالمقابل حتى هو كيحترمني، عنده الاسلوب ديالو اللي انا عارفه ملي بديت ملي كنت متمرن وانا كنشوفه هكا.